في تجبر هذه الأزمة، وقد وصلنا الآن إلى الدرس الرابع والذي سنتطرق فيه إلى المحور التالي المتمثل في طبيعة السلطة السياسية من البناء الإشكالي حتى الاستنتاج، فعلى بركة الله هذه الحصة. إذا كعنوان للدرس طبيعة السلطة السياسية، سنتطرق فيه من البناء الإشكالي حتى الاستنتاج، لكن ينبغي أولا أن نقف عند تمهيد أو عند تقديم العام لهذا المحور بصفة عامة. فلا يمكن تصور الدولة دون سلطة فبواسطتها تتم ممارسة النفوذ على المواطنين قصد التأثير عليهم وتنظيم شؤونهم وجعلهم قادرين على الاندماج، فما المقصود بالسلطة؟ إذن الأكيد على أن تدبير الشؤون على المواطنين يقتضي وجود الدولة، وعادة الدولة الأولى هي ماذا؟ هي ممارسة السلطة. ما المقصود بالسلطة؟ بمعنى أننا سنعمل على تعريف السلطة كتعريف مختصر بسيط، هي قدرة على التأثير في سلوكات الأفراد وتصرفاتهم وتوجيههم نحو نماذج محددة من الأنماط، وهي سلطة مادية كالأجهزة الأمنية، وسلطة رمزية كسلطة الثقافة والإيديولوجيا. المستفاد من هذا التعريف أن السلطة هنا تهدف تحديدا إلى التأثير في سلوكات الأفراد والتصرفات، وأن تصب كلها وفق نماذج محددة بشكل مسبق وقيم. ولهذا الغرض فإن السلطة هنا إما أن تكون سلطة مادية عبر الأجهزة الأمنية والمؤسسات القمعية، وإما أنها ستكون سلطة خفية ناعمة رمزية من خلال الثقافة والإيديولوجيا والعادات والتقاليد، فهي توجه سلوكات الأفراد والجماعات على حد سواء. ثم هذه السلطة وهي مختلفة باختلاف أنظمة الحكم ومتغيرة بحسب الظرفية التاريخية، ليس وجود لنوع واحد من السلطة، وإنما لأنواع متعددة كالسلطة الديمقراطية، السلطة الدكتاتورية، السلطة الشمولية، السلطة المرتكزة على الفرد الواحد، وغيرها من أنواع السلطة كما سنرجع إليها. نصل الآن إلى التقابلات والمفارقات. اخترت أن أريدها لكم على شكل مجموعة من العوارض حتى يسهل عليكم بناء الأسئلة والإشكالية بنفس الطريقة التي نعتمدها في بناء درسنا العادي داخل حجرة القسم في الأيام العادية. إذن التقابل الأول المفارقة: شمولية تشاركية، رفق قمع، اعتداء تطرف، شرعية لا شرعية، إجماع احتكار. هذه المفارقة سنحولها على الفور إلى أسئلة. السؤال البديهي: السلطة وما أنواعها وأيهما أفضل؟ هل النظام التشاركي الديمقراطي أم الشمولي الاستبدادي؟ هنا تم تفرقة التقابل الأول. ننظر إلى التالي الآن: هل تقوم السلطة على مبدأ الرفق واللين أم التجبر والقمع؟ نمر إلى التقابل الثالث: أي نماذج السلطة أفضل؟ هل الاعتداء أم التطرف؟ هنا نصحح أي. ثم نمر إلى التقابل الرابع شرعية لا شرعية، ونعبر عنه في السؤال التالي: متى تفقد الدولة شرعيتها؟ نصل إلى التقابل الأخير: الإجماع والاحتكار، وأيهما أسلم للمجتمع والسلطة؟ هل الإجماع واتفاق الأفراد أم الاحتكار وانفراد فرد واحد؟ بعد هذه التقابلات وكإجابة عنها لابد من أنفتح على المواقف الفلسفية. اخترنا لكم موقفين حسب المقرر الفلسفة كتاب منار كتاب رحاب الفلسفة. الموقف الأول بكيافين: السلطة، والذي يعتمد على أن السلطة هي مجال الصراع يفرض على الأمير استعمال جميع الوسائل المتاحة مشروعة أو غير مشروعة للحفاظ على حكمه وأن يجمع بين القوة والحق، أي أن يكون أسدا وتعب. المستفاد من هذا التعريف هو أن ميكافيل هنا يجعل جميع الوسائل متاحة للأمير ما دامت أنها تضمن له حكمه، ويدعوه إلى أن يجمع بين القوة وما بين الحق، أن يكون أسدا حتى يخيف الأعداء، وأن يكون تعلما حتى يضمن مكر الأصدقاء والحق والحاشية وكل شيء مباح، بل ويقدم نصائح من جملتها على الأمير أن يخل حتى بالعقود وبالاتفاقات وبالعهود التي يقدمها إذا ما كان تضر على مصلحته.
يمكن أن نعبر عن هذا الأمر بالعبارة التالية: الغاية تبرر الوسيلة. بعد هذا الموقف المكيافيلي ننتقل الآن إلى موقف ابن خلدون. يعتبر السياسة المثلى تلك التي تعتمد مبدأ الوسطية والاعتدال دون تفريط أو إفراط، فالمبالغة في القوة قد يؤدي إلى التمرد والخروج عن سلطة الأمير، والليل والتفريط قد يؤدي إلى تنامي الأطماع الخارجية. استفاد من هذا التعريف على أن ابن خلدون يجعل الوسطية كأساس للحكم، ذلك أن الأمير إذا كان مفرطا في استعمال القوة فإن الرعية قد تتمرد عليه أو تساند أول متمرد عليه، وإذا كان الحاكم لين فإن الشعب سيتكاسل وسيجعل حكمه مهددا بالأطماع الخارجية التي تطمع في حكمه. وحتى تفهم مبدأ الوسطية قدمت لكم مثالين: فالشجاعة تتوسط الجبل والتحول، شخص جبان ضدها شجاع، وهي أيضا ضد التحول وهي الموقف الوسطي. والكرم إنما هي قيمة تتوسط البخل والتبذير، ألا تكون بخيلا وألا تكون مبذرا، أي التفق الإفراط ثم التفريط والإفراط. استنتاجات لهذا المحور: السلطة آلية تدبير تمزج بين مفهومات ورمزي، أي أنها لا تقتصر فقط على مؤسسات قمعية أو أمنية، وإنما تشمل حتى الإيديولوجيا الموظفة داخل النظام المعين والثقافة والعادات وما إلى ذلك. تختلف السلطة باختلاف الأنظمة السياسية حسب البلدان والدول وكذا المراحل التاريخية التي تمر من المجتمعات. قد تتأسس السلطة على كارزمية الأفراد أو التقاليد أو الشرعية العقلانية، وهذا ما أورده ماكس ويبر. السلطة الحديثة سلطة ديمقراطية قائمة على الإجماع والشرعية ومبدأ الفصل بين الصور، وهذا ما عبر عنه مونتسكيو في روح القوانين. داخل كل سلطة نظامية هناك سلطة مضادة كسلطة الصحافة والإعلام الرقمي، إذا داخل كل سلطة سعيدة داخل الدولة سنجد أن هناك سلطة مضادة لها تمارس عليها نوعا من الرقابة كسلطة الإعلام. إلى هنا نأتي هذا الدرس، أتمنى أن ينال رضاكم وأن يحقق أهدافه وأن تعم الفائدة على الجميع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.